أخبار اليوم. كل شباب يا جماعة، كل يا جماعة. يلا شباب. اللي ما اقدر اقوله ان الناس دي ناس محترمه قوي، ناس ولاد ناس قوي، ناس انا يعني كسبتها بشكل شخصي من دلوقتي لغايه لما اموت. لا الناس دي احنا مش عايزين الشكر دلوقتي، احنا عايزين الشكر لما تخش المجلس تقعد في المجلس وتعرف ان الناس دي كلها محتاجه دعم. لا الناس دي محتاجه، الناس دي يعني فعلا كانت بتاخدها صوره وحشه عن البوابه للاسف الشديد، لكن الناس دي تستحق اكتر من كده بكتير، البوابه تستحق اكتر من كده. وان شاء الله خلال فتره صغيره، يمكن الحمد لله الفتره اللي فاتت كانت فتره مبشره جدا للبوابه، وان شاء الله باذن الله عشاننا كلنا في اخبار اليوم ان البوابه ان شاء الله تكون رقم واحد يا رب باذن الله. ساعتها كلنا هنفخر ان احنا البوابه، سواء اللي في الاخبار واللي في اخر ساعه واللي في المسائيه واللي في اي حته في الدنيا يتمنى ان بوابته تبقى هي رقم واحد. لان احنا زي ما احنا يمكن احنا انا واحد من جيل المتخلف الكترونيا، لكن نفسي يعني وان شاء الله هبقى كويس اوعدكم يعني، لكن بامانه شديده هو ده المسابقه، سواء رضينا او ما رضيناش احنا متخلفين كتير جدا، 5-6 سنين عن مصر مش عن العرب يعني. فان شاء الله الفتره الجايه تكون انتوا القاطره اللي تقود المؤسسه كلها ان شاء الله في الدنيا التكنولوجيا المعلومات. ان شاء الله نشكرك، ونشكر طبعا حضورك معانا ودعم كل الناس اللي في البوابه ليك. مش غريب، انت اصلا يعني برضو الناس اللي ساهموا في نجاحها، وكنت واقف معانا وقفه جاده في مواقف كتير، خاصه بالنسبه لي انا شخصيا او بالنسبه ل وطبعا وانا عارف دوره يعني كده، ودعمه لينا، وارجو طبعا انك يعني تتفهم اكتر احتياجات البوابه. انا بعد يعني تقرير شامل باللي حصل في البوابه خلال ال3 شهور اللي فاتوا، وايضا احتياجاتنا خلال المرحله الجايه، ارجو طبعا انك انت تدعمها، لان كل جندي للبوابه، لان هو مش رد جميل تخيل، العكس هو لصالح المؤسسه بشكل عام، لان البوابه دي هي مستقبل المؤسسه، ودعمها هو دعم للمؤسسه، وزي ما بنقول ان القرش اللي هيتحط فيها هيجيب 10 ان شاء الله. يعني ده الاصدار الوحيد ان كل قرش هيوضع فيه هيجيب 10. فطبعا محتاجه شويه دعم، محتاجه تفهم من الاداره العليا في المؤسسه لطبيعه العمل هنا ولطبيعه الناس. والفتره اللي فاتت زي ما انت قلت كان في يعني تحقير او تقليل من حجم العمل ومن شان الناس، واعتبرهم يعني درجه ثانيه، بالعكس هم بيثبتوا مصدر وانتاجا، وان شاء الله يعني نراك داعما لنا في المرحله المقدمه ان شاء الله. ربنا يخليك بالتوفيق، ويا رب كده يبارك لكل واحد فيكم على حده، يعني رئيس تحرير مش يعني كل حاجه خير ان شاء الله. ان ما اتجوزش يتجوز طبعا، الحفله معموله برضه، ربنا يتم مشواره ان شاء الله. استاذ محمد هاشم ان شاء الله منه الاول الجمعيه العموميه، استاذ محمد هاشم طبعا ربنا يكرمه، ويكون برضه يعني لسان حال البوابه في الجمعيه العموميه. انا بدات اكتر حسين اكتر من مجلس الاداره كمان، ربنا ان شاء الله يكرمه. عايز اشكركم برضه الاستاذ محمد وكلكم والله العظيم ثلاثه، يعني ربنا يقدر ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه كويسه. انا كنت واخد فكره والله العظيم ثلاثه على البوابه بامانه ربنا وانا بعيد، ان البوابه يعني المستوى قليل مش عارف ايه، لما بدات اخش وافكر واخش هو الموضوع لقيت انتوا كلكم والله العظيم ثلاثه بلا استثناءات كلكم محترمين والله ومهنيين، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل حاجه كويسه. وانا برضه حاجه كده في الشغل هنعملها برضه بين الرئيس حمادة طبعا. طبعا التعاون والمدروح طبعا ونبقى ان شاء الله يقدرها. وانا بشكر كلكم تعاون جدا معانا ودعم كبير جدا، وطبعا الاستاذ ياسر رزق طبعا هو في الاساس هو
هو الداعم الاكبر لينا لتفاهمه يعني واعتقد بدعم من مجلس الشورى الجديد ان شاء الله مروه ان شاء الله شوكولاته انا كنت برضه حابب اقول كلمه بعد الزملاء كلهم في البوابه انا كنت كل ما اقابل معايا حد اقول له ادي جمال حسين او ادي حد زميل تاني كان في اجماع كامل على الاستاذ جمال حسين الناس كلها بتحب لوحدها وبتدعم لوحدها وان شاء الله ننتظر منه انه يكون داعمنا لبوابه اخبار لهم بشكل خاص والاولاد في البوابه ان شاء الله وبشكر الاستاذ خالد جبر الفتره اللي طورها معانا ان شاء الله الفتره اللي فاتت كويسه جدا بالنسبه لنا وغير الوضع عن مكان وطورت الفكره بتاعت البوابه والناس بقت تحب البوابه وبقى في علاقه بين الزراعه والبوابه بشكل كويس جدا جدا نتمنى انه يستمر ان شاء الله استاذ خالد عمل تواصل كويس جدا بينه وبين الزراعه وده انعكس على اداء البوابه وعلى الشغل التحرير اللي فيها والسرعه بتاعتها وان شاء الله بتوفيقنا كلنا مروه غريب والله خاطر اول حاجه المفروض البوابه كراسي كل المواقف